مصطفى قول لي بقى ترتيب البطوله ايه وماتشاتك، يعني نقول للساده المشاهدين لعبت ازاي وصلت للفاينل ازاي. احنا كنا اعتقد حوالي 9 فرق، احنا بنتقسم مجموعتين. ممتاز، يعني 4 و5. 4 و5 كان معانا في البوله، في المجموعه بتاعتنا يعني تونس، كانت السودان، واحنا طبعا، وتقريبا فرقه افريقيه تانية. مين اقوى فرقه كانت معاك؟ تونس. هي اقوى فرقه منافسه هي المغرب، بس اقوى فرقه كانت معانا في المجموعه تونس. عشان كده انت قلت اول اسم. بالظبط، هي كانت اقوى فرقه تونس. احنا الحمد لله يعني كسبناها فرق درجه ونص ما شاء الله. احنا كتير. بالنسبه في التقييم الكتب بتاعنا احنا بتبقى كتير، يعني حد يكسب جزء فوق من الدرجه. 10 تبقى جزء من جزء دي يعني حاجات 9 من 10 5 من 10 حاجات. انما درجه ونص دي دي حاجه بتبقى التفاعل. يعني حاجه احنا عملنا انجاز يعني. بس فاحنا هو كان احنا بنلعب، احنا لو كنا اكتر من 10 فرق كنا نلعب 3 ماتشات، بس احنا كنا 9 فرق. أيوة. عشان طبعا الدول الافريقيه ما بتسجلش كتير. تمام. بس فاحنا لعبنا الماتش الحمد لله، طلعنا اول مجموعه، فاحنا لعبنا مع مين؟ اول راس مجموعه الناحيه الثانيه كانوا المغرب. اول فاينل على طول. اول مع اول فاينل على طول. بس ولا بعد كده الحمد لله احنا لعبنا مع المغرب. طبعا الجمهور كان كبير، كان في ضغط اعصاب ان احنا انتوا لعبتوا في الملعب 3 ولا 4؟ كنتوا في الملعب في الكاتابيب وثلاثة؟ في الكاتا. احنا 3. كاتا تيم. 3. انتوا 4 في 3 مثلوا، ولا انتوا 3 طلعتوا لا، على البساط؟ هو 3 بتسجل 3 من قبل ما نطلع، قبل ما نسافر اصلا. قبل ما نسافر يعني انتوا الثلاثه اللي سافروا هم اللي كانوا على البساط. بالظبط. تمام. بس واحنا طبعا لعبنا الماتش، طبعا كان ضغط عصبي وضغط الجمهور. الجمهور كان فيه كتير، جمهور اصلا من المغرب. وبيشجعوا جامد وبتاع. طبعا بلدهم بقى. ما استحضرتش روح الماتش؟ لا طبعا مستحضر. انا اصلا انا في يوم انا في يوم انا كنت في يوم هناك كنت نازل بتشيرت الاهلي وعادي جدا. عادي. لا عادي، كان الناس عادي، كان الناس بتبص. لا اخواتنا وحبايبنا طبعا. طبعا على راسنا والله. طبعا طبعا. شوف احنا بنتكلم يعني ده رياضه، ودي اللي بيقرب الشعوب الرياضات. بالظبط طبعا. هي انا عايز اقول لك انه كان في بطوله فين؟ في الجزائر، بطوله الالعاب العربيه. وشفنا تشجيع غير مسبوق للاعيبه المصريين في الجزائر. كان الجزائر يشجعوا الجزائريين يعني، او اللعيبه الجزائريين. مش موجود جزائريين بل مصريين. فيعني لا احنا اخواتنا العرب والله، احنا على راسنا من فوق طبعا. طبعا لكن طبعاً. احنا جوه الملعب حاجه وبره الملعب احنا اخوات. اخوات طبعا. بس ما توفقتوش. فرق قد ايه؟ كان فرق كان 4 من 10. انا قلت لك هو اللي بيوصل فاينل في لعبته وكسب. كانت 4 من 10. بس يعني الحمد لله، يعني احنا ان شاء الله بنطمح للبطولات الجايه ان احنا نجيب طب اول. حاسس ان يعني مش هنجيب طبعا التحكيم ولا نقول حاجه، بس حاسس ان هو يمكن يعني كان في شويه تعاطف مثلا مع المغرب صحابه الارض والجمهور ولا لا؟ كان في شويه يعني، كان في شويه بصراحه. اصل هي لعبه تقديريه، خلي بالك. احنا كاتا فعلا. انتوا كام حكم بيكون قاعد؟ سبعة حكام. فهو كل واحد بقى بيقدر اللي يشوف على حسب تقديرية. بقى السرعه والستايل والباور. لعبه تقديريه خالص الكاتا بالذات يعني. يمكن الكوميتيه انت بتوجه ضربات معينه، لو وصلت لاماكن معينه خلاص. بالظبط. انما هي الكاتا دي تقدير عين بحت. بالظبط، هي تقدير فني عكس الكوميتيه فعلا، ان هو بيقدر يرجع الماتش بدراعه بالظبط. بس طب ماجيانا برضو كان برضو اتظلمت في كان حكم مغربي. يعني برضو لا ما تمام، الدنيا كويسه وكل حاجه، بس قصدي اقول لك ان قرار الحكم ما كانش موفق فاتظلمت. مش قصدي يعني، ولكن القرار ما كانش هو في الاول وفي الاخر كل ده بكتب ربنا. بس ان شاء الله. بس فاحنا بنطمح طبعا للبطولات الجايه. احنا عندنا ان شاء الله بطوله في شهر 9، بطوله دوري عالمي سيريس اف قبرص. دي ان شاء الله شهر 9. اخر 9 ان شاء الله. انا هلعب فردي وجماعي برضو. طب ومع المنتخب قالوا التشكيل من دلوقتي المنتخب، ولا اللي شاركوا في افريقيا هم اللي لعبوا؟ هو احنا اللي شاركنا في افريقيا احنا نلعب الدوري العالمي. هو الدوري العالمي. بس طب الدوري العالمي ده سيريس ايه ولا بي ولا سي؟ لا سيريس ايه. سيريس ايه. احنا في بطوله دي اصلا بطوله بتاهلنا للدوري العالمي اسمه بريمير ليج برضه. بريمير ليج ده احنا لعبناه السنه اللي فاتت 4، بيبقى 4 على مستوى العالم صح؟ 4 بريمير ليج. مصر كان فيها واحده، وكان دبي فيها واحده انا فاكر. وكانت اسبانيا تقريبا فيها ثالثه مش فاكر. لا اسبانيا كانت دوري عالمي للشباب. للشباب. تمام. للشباب. تمام. لكن في كان في طبعا في دوري مستضيف. خلي بالك. انا ما شاء الله يعني مذاكر يعني بريمير ليج ده وعارف. انا ما تفتكرش ان انت هتقول لي حاجه. ما شاء الله معاك انا. بس فكان في دول بتستضيف البطولات دي، يعني هم بيبقوا مثلا 4 بطولات بريمير ليج و5 بطولات سيريس ايه، عشان طبعا كله عايز يخش في الرانك العالمي. انت لو خدت دهب تروح البريمير ليج ولا لسه عندك مشوار تاني لسه يعني؟ لا هو البريمير ليج بيبتدي من اول 32 بياخدوا اول 32 في الرانك هم اللي بيخشوا. بس لما نيجي نسجل بناخد التوب 100 بس. فكل واحد بيخش السيريس ايه عشان يعلي الرانك بتاعه بالبوينتس اللي بياخدها. بالظبط. يجمع قبرص وبعديها قبرص، بعديها ان شاء الله على طول بعديها باسبوعين بطوله عالم رجال. هتلعب ولا لسه ما تعرفش؟ لا احنا لسه ما نعرفش، اكيد في تصفيه هتتعمل.